لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا توقفنا على آخر حاجة في الكلام على فوائد من صلاة الكسوف، أنه يستحب الفزع إلى الصلاة عند حصول الآيات العظيمة. قلنا إن هذه الآيات دائما بنفزع فيها إلى الصلاة. الصلاة حل لكل المشاكل، أو حل للمشاكل الكونية، فأيضا حل للمشاكل الشخصية. سن كلما أصابه شيء فزع إلى الله عز وجل، والفزع إلى الله عز وجل أنواع. في فزع إلى الله بالدعاء بالاستغفار، أعظمها الفزع إلى الله بالصلاة، لأنه بيشمل الدعاء وبيشمل الاستغفار وبيشمل التقرب إلى الله عز وجل وغير ذلك. في حالة الكسوف والخسوف، فيه صلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة يكره تركها، وهي آكد صلاة التطوع عند كثير من العلماء، أشد صلاة من صلاة النوافل تأكيدا مؤكدة هي صلاة الكسوف والخسوف. هنا الأرجح أنها سنة مؤكدة يكره تركها، لكن هناك أقوال للعلماء أخرى زي ما هنشوف إن شاء الله. وهذه الصلاة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وده حدث مرة، وأمر بها عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، مش سنة، لا، واجبة، فرض. وقال ابن القيم رحمه الله، وهو قول قوي جدا، ده يبين أقوال العلماء وتقاربها، ده يبين أهمية هذه الصلاة. وقال بعضهم هي فرض كفاية. فرض كفاية يعني لابد أن تقام في المجتمع، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، لكن لازم تكون إيه؟ لازم تكون موجودة، لابد أن تقام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو أقل ما يقال فيها، واختار أنها واجبة إما على الأعيان أو على الكفاية، إما هي فرض عين على كل مسلم لازم تصلى، أو فرض كفاية. لكن يعني القول إن شاء الله لعله يكون الراجح أنها سنة مؤكدة يكره تركها. وتشرع صلاة الكسوف لكسوف الشمس بلا خلاف، لأن ده اللي حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولخسوف القمر عند أكثر أهل العلم، والأحاديث الصحيحة ساوت بين الكسوفين. والنبي صلى إيه؟ الكسوف اللي هو لما كسفت الشمس. والأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرقش بين الكسوف والخسوف، يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما، لهما كسوف الخسوف، فإذا رأيتم زمن الكسوف، قلنا الاختيار الكسوف إيه؟ للشمس، والخسوف للقمر، فإذا رأيتمهما فصلوا. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، أمر بالصلاة للكسوف والخسوف أمرا واحدا. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة، لما كسفت الشمس صباحا يوم وفاة ابنه إبراهيم في السنة العاشرة من الهجرة. وتشرع صلاة الكسوف للرجال والنساء في الحضر والسفر في المساجد والبيوت جماعة وفرادة، يعني مش خاصة بفئة معينة أو لها يعني في المساجد، لا، في أي مكان، الإنسان هو مسافر أو هو إيه؟ هو مقيم. مسافر هيصليها، لأن هي دي آية علامة يخوف الله بها عباده، فمش مرتبطة بالحضر دون السفر. وللرجال والنساء في المساجد والبيوت، لكن في المساجد أفضل، وفي المساجد أفضل من المصلى. يعني مثلا احنا عندنا صلاة العيد
الأفضل في المصلى، صلاة الجنائز الأفضل في المصلى، صلاة الاستسقاء الأفضل في المصلى، أما صلاة الكسوف فالأفضل في الإيه؟ في المسجد. فعلها في المساجد جماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى العيد في المصلى، صلى الجنائز في المصلى، وصلى الاستسقاء في المصلى، وصلى الكسوفين في المسجد، فتبين أن فعل الكسوف في المسجد، الكسوف والخسوف في المسجد أفضل. ولا تشرع صلاة الكسوف إلا إذا تحقق وقوع كسوف الشمس أو خسوف القمر عيانا، لا بمجرد الحسابات الفلكية. يعني العبرة بالإيه؟ برؤية الكسوف أو الخسوف، مش الحسابات الفلكية. طب الحسابات الفلكية مهملة يعني؟ لا مش مهملة، ولكن الصلاة علقت بالإيه؟ بالرؤية. وأحيانا حيستعان بالحسابات الفلكية، بالحسابات الفلكية أحيانا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة برؤية الكسوف ووجوده، لا بالعلم به وبالخبر من أهل الحسابات بأنه سيقع، فقال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فإذا إيه؟ رأيتم، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فيبقى العبرة بالإيه؟ بالرؤية. وإذا وقع الكسوف أو الخسوف في بلد فلا يشرع لأهل البلدان الأخرى الصلاة إلا إذا وقع عنده. يعني لو في مكان وقع الخسوف أو الكسوف، شافوا أهل بلد يصلوا، طب بلد تانية ما شافوهوش ما يصلوش؟ هقول لك هو الأمر واحد والشمس واحدة، بس في ناس شافته وناس ما شافتوش، والنبي علق الصلاة على ليه؟ على الرؤية. فالعبرة بالرؤية، يعني إذا لم يروه لم يصل. ولا يسن لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، ما فيهاش لأذان ولا إيه؟ ولا إقامة، لكن يسن أن ينادى لها بالصلاة جامعة، يعني المؤذن ممكن يقول الصلاة جامعة، فينادى الصلاة جامعة مرة أو أكثر حتى يظن أنه أسمع الناس ليلا أو نهار. طبعا الآن مكبرة الصوت بتغني عن التكرار أو عن الصوت العالي. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. فيبقى ما لهاش أذان ولا إيه؟ ولا إقامة، برضو زي الإيه؟ زي العيد، لهاش أذان ولا إقامة. وصلاة الكسوف ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة سواء كانت الصلاة ليلا أو نهارا، يجهر في كل ركعة، يعني إيه؟ مش بالليل تبقى جهرية وبالنهار سرية، لا هي سرية في الحالتين سواء بالنهار أو بالليل. في كل ركعة قراءتان، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجودان. دي فيها اختلاف في الهيئة شوية عن بقية الصلوات. فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع فيطيل القيام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعا أقل من الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، الأولى أطول من الثانية، ويطيل الجلوس بينهما بين السجدتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية على صفة الأولى إلا أنها أخف منها، ثم يتشهد ويسلم. يعني الركعة الأولى أطول قراءة وأطول ركعة، والركوع الأولاني أطول ركوع، وبعدين لما يقوم من الركوع هيقرأ القراءة بس أقل من الإيه؟ من الأولاني، وبعدين هيركع الركوع الثاني أقل برضو من الإيه؟ من الركوع الأولاني. يعني هي بالتدريج بتقل، لكن عموما هي صلاة طويلة عموما، إن السنة فيها إن هو يصلي حتى ينجلي، حد ما ينتهي الكسوف أو الخسوف، ده الأصل والسنة يعني. فلذلك ويعمل كده في الركعتين الاثنين ويتشهد ويسلم. ويسن تطويل القيام والركوع والسجود في صلاة الكسوف، وتطويل باقي أركانها زي السجود، الجلسة بين السجدتين، هذا إذا كان وقت الكسوف أو الخسوف طويلا، وإلا فيطيل على قدره. يعني لو الكسوف هيستمر فترة مثلا نصف ساعة مثلا،
بنصلي على قد النص ساعة، هيستمر على قد ساعتين، بقى على قد ساعتين، أربع ساعات على قد أربع ساعات. لكن أحيانا ممكن يكون في نوع من المشقة على المصلي، لا دي فيها حل تاني، ممكن الناس ما تقدرش تصلي ساعتين أو ثلاثة في ركعتين، يبقى هو هيصلي على قدر الناس وبعد كده هيكمل بالدعاء والاستغفار زي ما هيبين إن شاء الله. طبعا شرط ركعتين. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه فصلى صلى الله عليه وسلم بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، يعني أطول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي صلاة الكسوف والخسوف، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. وليس لصلاة الكسوف سور معينة يستحب القراءة بها، فمهما قرأ به جاز، سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة، ولا بأس بالقراءة من المصحف لمن لم يكن حافظا. ممكن الصلاة طويلة والإنسان اللي هيصلي أو نوم اللي هيصلي مش حافظ، يجوز أنه يقرأ من المصحف لأن الصلاة إيه؟ نافلة. ينفع القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟ لا، الصلاة من المصحف في صلاة النافلة فقط، ويقرأ بما شاء من القرآن، مش لهاش صور إيه معنى. ممكن يقرأ في الركعة في الركوع أو في القراءة في القراءة الواحدة بأكثر من سورة. افترض أن مثلا واحد مش حافظ مثلا إلا جزء عام جزء تبارك وأراد أنه يقرأ به، عادي ممكن يقرأ في الركعة الأولى بتبارك والقلم، وركعة الثانية يقرأ بالنبأ والنازعات الركوع، يعني ما فيش مشكلة، ممكن في أكثر من سورة لا حرج، أكثر من سورة في القراءة الواحدة، ويجوز أنه يقرأ من المصحف. أصح الروايات وأشهرها في صلاة الكسوف أنها ركوعان في كل ركعة، وقد حكم كبار الأئمة النقاد كالإمام أحمد والبخاري والشافعي على الروايات الأخرى بالشذوذ والخطأ والوهم من الرواه، كرواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وغيرها، فلا تجوز الزيادة على ركوعين في الركعة. لكن هو في بعض العلماء أجاز ذلك، وفي بعض يعني صحح حديث الركوع الثلاث ركوعات والأربعة، لكن لو يعني الثابت هو إيه؟ السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هما ركوعين، ثابت عن النبي ركوعين وقراءتين، فيحصل السنة ويصيب السنة بذلك. في بعض العلماء قال لك لا هما ركوعين وفقط، الزيادة عن ركوعين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وعلى فكرة دي كلها في مذهب الحنابلة، عند الحنابلة يجوز إن هو يصلي ركوعين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن السنة هم إيه؟ ركوعين، وده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو صلاهم ركعتين زي أي نافلة بركوع واحد وسجودين يجوز، يحصل أصل السنة في صلاة الكسوف بركعتين كسائر النوافل، فهذا مجزئ ولكن يكون تاركا للأفضل، فالقيام الثاني والركوع الثاني سنة لا يلزمه الاتيان به. يبقى لو صلاهم ركعتين في العاديين يجوز، لكن ايه ترك الايه ترك الأفضل، ان النبي ما فعلهاش كده. يبدأ وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف او الخسوف الى زواله بالكلية، ويبدأ في الصلاة من اول الانكساف، ولا ينتظر حتى يستتم الكسوف او الخسوف. ففي الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، وفي رواية حتى تنكشف، وفي حديث آخر فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فجعل الإنجلاء غاية للصلاة، يعني نصلي لحد إمتى؟ لحد ما إيه؟ ما ينتهي الكسوف والخسوف، الكسوف أو الخسوف. ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله
في رد ضوء الشمس أو القمر، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة. يعني هذه الفزع إلى الله عز وجل عشان يرد ضوء الشمس أو القمر مرة أخرى، فزع إلى الله عز وجل، فلما ينكشف خلاص حصل المطلوب، ما ابتغاه العباد ربنا سبحانه وتعالى أجابهم إلى ذلك. وإذا انجلت الشمس أو القمر قبل أن يصلي فقد فات وقتها ولا تقضى بالاتفاق، لأنها سنة فات محلها، وهي من ذوات الأسباب مقرونة بسبب قد زال وهو الكسوف أو الخسوف، فزالت مشروعيتها وقد حصل المقصود من الصلاة وهو التجلي. يعني نفترض أنه كان وقت قصير أو كان وقت طويل، لكن عبل يعني الحد ما الناس استعدت للصلاة كان خلاص انجلب، زال الكسوف أو زال الخسوف، نصلي؟ لا ما نصليش خلاص، لأن السبب اللي من أجله تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف زال. فيبقى لو خلاص لو انتهى الكسوف أو انتهى الخسوف، ما إيه؟ لا تشرع الصلاة بالاتفاق ولا تقضى. ولك عن صلاة قضاء، لا دي ما فيهاش قضاء. إذا انجلت الشمس أو القمر وهو في الصلاة أتمها بلا خلاف على صفتها المشروعة وخففها، سواء كان في القيام الأول أو الثاني، يعني هو بيصلي زال انتهى الكسوف أو الخسوف، يقطع الصلاة ويسلم، لا يتم الصلاة بس إيه؟ خفيفة، تكون خفيفة لأنه خلص زال السبب. إذا استترت الشمس أو القمر بالحساب وهما منكسفان وشك أو وشك في الانجلاء صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف. وإذا كانت الشمس تحت السحاب وشك هل كسفت لم يصلي بلا خلاف، لأن الأصل عدم الكسوف. يعني لو حصل أن كان فيه كسوف أو خسوف والناس بتصلي، فحصل غيامة مثلا على الشمس أو القمر سحاب، فنكمل صلاة ولا لا؟ نكمل صلاة، لأن الأصل بقاء ليه؟ الأصل بقاء الكسوف أو الخسوف. طيب لو ما كانش فيه كسوف أصلا أو خسوف أصلا وحصل اختفاء ضوء الشمس خلف سحابة أو شيء، نصلي؟ لا ما نصليش. ليه؟ لأن فيش كسوف أو خسوف، ممكن ده تكون مجرد سحابة وخلاص المسألة تنتهي. فالعبرة برؤية ليه؟ الكسوف أو الخسوف تحققه. إذا حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم فلا بأس بالرجوع إلى علماء الفلك في وقت التجلي، لأنه ثبت بالتجارب أن قولهم منضبط. يعني حصل كسوف، خلاص حصل كسوف أو خسوف، وبعدين كان وقت شتاء أو غيره وتلبدت السماء بالغيوم، طيب نصلي ولا ما نصليش؟ كمل ولا ما كملش؟ نعمل إيه؟ هنا الحسابات الفلكية، هنا يأتي دور الحسابات الفلكية، لأن ثبت بالتجارب ان قولهم منضبط. طب ليه ما خدناش في الصلاه لما اخبرونا في الاول ان احنا ان في كسوف؟ قال لك العبره بالرؤيه، العبره بالرؤيه للنبي عليه الصلاه والسلام الكل، العبره بالرؤيه. طب الحسابات تعضد الايه؟ الرؤيه، يستانس به، يؤخذ به، مش اقول لا. يعني مثلا هم بيقولوا انه في كسوف او خسوف قبليها بفتره، خلاص نستعد ليها، بناخذ، لكن ما نصليش الا لما ايه؟ لما نشوف، ربما ايه؟ ربما لا يحدث، قد تخطئ الحسابات وهذا وارد. إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصلي، لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما. يعني الكسوف ده كان بعد العصر أو قرب المغرب، فقعدنا نصلي ظلت منكسفة لحد ما إيه؟ ما خلاص غابت الشمس، خلاص الغروب جه، المغرب جه، كمل صلاة؟ لا. ليه؟ ما خلاص أصلا كده كده جاء ليه؟ جاء الليل. يبقى إيه؟ لو كنا بنصلي نخفف، لو ده وقت الصلاة يبقى ما نصليش، لو وقت الصلاة يبقى ايه؟ ما نصليش، لان خلاص اصلا اللي الشمس غابت اصلا كده كده غاب ضوءها. اذا فرغ من الصلاة ولم ينجلي الكسوف او الخسوف فلا يشرع تكرار الصلاة، وانما المشروع الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار الى ان يتجلى وينكشف ما بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين. ده ما بيحدث أحيانا كثيرة أنه هو الكسوف أو الخسوف فترته بالطول، فربما كثير من الناس ما تتحمل، بتصلي تقيم السنة لكن ما تقدرش تصلي ساعتين أو ثلاثة متواصلة. طيب صلينا الصلاة وانتهت ولسه الخسوف موجود أو الكسوف موجود،
بقية هذا الوقت حتى ينجلي يشغل، بس مش جماعة بقى، مش نقعد لا، كل واحد يقعد مع نفسه، سواء في المسجد، في البيت، في المكان اللي هو موجود فيه، يذكر الله عز وجل ويدعو ويستغفر حتى ينجلي. تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول من كل ركعة، لأنه هو ركن الصلاة، فمن فاتته ركعة قضاها بعد سلام الإمام بركوعين وسجودين. وقيل الركوعان كالركوع الواحد، فمن أدرك أحدهما فقد أدرك الجميع. ودي مسألة قد تحدث، واحد جه متأخر، لو أدرك القراءة الأولى، أدرك الركوع الأول، يبقى الصلاة كده تم. طيب أدرك الإمام في القراءة الثانية، يعني فات الركوع الإيه الأولاني، على القول الأول إن هو لكده يبقى الركعة فاتته، يبقى لما يسلم الإمام هيقوم يجيب ركعة، وركعة برضو بإيه، بركوعين وسجودين. قول الثاني، ولعل ده هو الأرجح إن شاء الله تعالى، إن هو لو أدرك الركوع الثاني يكون أدرك الركعة، لأن الركوع اللي تنزل ركوع الإيه، زي الركوع الواحد، لعله ده الراجح إن شاء الله يعني. إذا أدرك المسبوق بعد صلاة الإمام وسلم الإمام، قام وصلى بقيتها سواء تجلى الكسوف أم دام، فإذا لم يكن قد تجلى أتمها طويلة وإلا أتمها خفيفة. أن واحد مسبوق جه مثلا في الركعة الثانية، سلم الإمام، يوم حيكمل. طيب حيكمل طويلة ولا خفيفة؟ لو الكسوف لسه موجود، أو الكسوف لسه موجود، يكملها طويلة، لو انجلى يكملها إيه؟ خفيفة. هيعرف منين؟ هيعرف منين؟ الناس قاعدة، خلص الكسوف انجلى ولا لا؟ هو بيصلي مع اللي حواليه بيقول حواليه معروف بلك. أو أحيانا ممكن يستعان بالحساب في مثل هذه الأمور، ان الحساب موجود، دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو طبعا انت بتتكلم دلوقتي على الوضع بتاع زمان، كان ممكن عادي وهو قاعد في المسجد يشوف الشمس ويشوف القمر وكل حاجه، لكن دلوقتي مع كتير الموضوع زوايا كلها. صلاه الكسوف من ذوات الاسباب، فيشرع على الراجح صلاتها في اوقات الكراهه، مثل بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر، دي من الأوقات، من صلاة ذوات السبب، ففي أوقات الكراهة يشرع أنها إيه؟ تصلي. إذا اجتمع وقت الكسوف مع صلاة الفريضة، قدمت الفريضة بكل حال، وإن خيف من فوات الكسوف لأنها سنة. تسع سنين، ومنعا للمشقة على الناس بإلزامهم انتظار الصلاة الواجبة، وفيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة. يعني فيه كسوف أو خسوف، وفيه صلاة فرض. طيب احنا صلاة الفرض تقدم على كل حال، يعني لو دلوقتي نفترض انها صلاة العصر مثلا، نصلي الخسوف الأول، الكسوف الأول، ولا نصلي العصر الأول؟ صلي العصر الأول. طيب ممكن لحد ما نخلص العصر كن الكسوف انتهى، ومال ينتهي، ان الفرض ايه، يقدم الفرض، يقدم بكل حال. وكمان عشان في ناس ممكن ما تصليش، فما نشقش على الناس بانتظارهم، خاصة ممكن يكون انسان مريض او صاحب حاجة او غيره، تقدم الفريضة على كل حال. اذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة، حالة تانية، كان مثلا الكسوف ده حصل قبل العصر، بعد الظهر مثلا، فبدأنا نصلي، الكسوف مستمر، أذن للعصر أو جاء وقت العصر، هنعمل إيه؟ إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة، فإن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في الوقت، وإن اتسع الوقت استمر في صلاة الكسوف. يعني ممكن إيه، جه وقت العصر ممكن نأخر العصر شوي، لكن لو افترضنا أن الوقت ضيق، وقت المغرب مثلا،
وممكن يستمر الخسوف متأخر، يبقى ايه في حد يقدم الايه الفريضة. او لو واحد بدأ يصلي الكسوف مثلا وبعدين جه وقت الصلاة العصر مثلا فكمل الصلاة، ممكن الكسوف يستمر لحد ما خلاص فاضل ربع ساعة على العصر؟ لا، مش هتبقى كده. يبقى ايه؟ لو شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة، فإذا ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصلي الفريضة في الوقت، وإن اتسع الوقت استمر في صلاة الكسوف. إذا اجتمع وقت الكسوف مع الوتر أو التراويح أو الجنازة بدأ بما يخشى فواته. كان فيه صلاة كسوف مثلا أو خسوف مع وتر أو تراويح في رمضان أو جنازة، نقدم إيه الأول؟ يبدأ بما يخشى فوات وقته، فإذا تساوي في خشية الفوت قدم الأوكد منهما، فتقدم الجنازة على الكسوف ويقدم الكسوف على صلاة الراتبة والوتر والتراويح. بعد دلوقتي في جنازة وفي إيه؟ في كسوف، طيب أيهما يقدم؟ اللي يخشى فات وقته أكتر، افترض الميت بقاله فترة يبقى الجنازة الأول. طيب لو احنا ممكن الاثنين يبقى زي بعض، يقدم الايه؟ الأشد سنية، الأكثر سنية، الأوكد في السنية، والجنازة تقدم على الايه؟ على الكسوف. طيب لو الكسوف تعارض مع التراويح يقدم الايه؟ الكسوف، قدم الكسوف أو على الوتر أو على صلاة الراتبة، السنة الراتبة بتاع أي صلاة. يسن للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة يعظ فيها الناس ويرقق بها قلوبهم ويذكرهم بهذا الأمر العظيم وباليوم الآخر وبالجنة والنار، ويحذرهم من الأسباب الموجبة لدخول النار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار وذكر الله والصدقة والتعوذ من عذاب القبر. بعد انتهاء الصلاة خطبة قصيرة يخطبها الإمام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في خطبة الكسوف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا هل بلغت؟ فدي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف، خطبة قصيرة نوع من التذكير بهذه الآية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا في خطبة الكسوف والتحذير منه، من هذه الفاحشة، وذكره هذه الكبيرة بخصوصها فيه سر بديع لمن تأمله. فظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الحديث: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وفي رواية: ويفشو الزنا. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه، فلا بد أن يكون لغضبه في الأرض أثر وعقوبة. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. أسأل الله العافية. ومعرفة أوقات الكسوف والخسوف وكونها جزئية أو كلية، ونزول الأمطار وحدوث الزلازل وهبوب الرياح وأحوال الطقس، والبحث عن ذلك وتوقعه، لا يدخل في التنجيم أو ادعاء علم الغيب، لأنها تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية، فتصيب تارة وتخطئ أخرى، وليس فيها اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الأحوال الأرضية. يعني قلنا استعمال الحساب في هذا
مشروع، لأن المسألة مسألة علمية وليس اعتقاد أن للكون أن للكواكب أو النجوم تأثير في الكون، مع رد العلم إلى الله عز وجل. يعني حيحدث كسوف كلي أو جزئي في الوقت الفلاني، إن شاء الله. مسألة برضو نفس المسألة في الزلازل والبراكين، في أحوال الطقس في الشتاء في الصيف، هذه توقعات بناء على حسابات علمية مع رد العلم إلى الله. مع رد العلم إلى الله يمون مستقبلية لا يستطيع أحد أن يجزم بها، وكم من الحسابات الفلكية أخطأت. فهذا اعتماد على نوع من العلم ليس فيه تنجيم ولا ادعاء علم غيب ولا غير، مع رد العلم إلى الله عز وجل. وهذا أيضا لا ينافي كون الكسوف أو الخسوف أو الزلازل آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته، وهذا الأمر ذكرناه المرة السابقة. ويستحب عند حصول الكسوف والخسوف والزلازل وغيرها من الآيات العظيمة التضرع إلى الله تعالى والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة، وهذا واجب في كل وقت. في كل وقت التوبة والاستغفار واجبة في كل وقت من الذنب والمعصية ومن التقصير، حتى لو لم يذكر الإنسان ذنبا. فيستحب التضرع إلى الله تعالى والإنابة إليه والإقلاع عن المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار والإلحاح إليه بالدعاء والذكر والصدقة وغيرها من الأسباب التي يستدفع بها العذاب والنقم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. فالإنسان، وأعظم ما يدفع الشر ويستجلب الخير بالتوبة والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل والتضرع والإقلاع عن المعاصي والذنوب والمحرمات، مع الإكثار من الطاعات على قدر ما يستطيع من ذكر الله عز وجل والتسبيح والصدقة وغيرها. ده كلام إطلالات سريعة على مسألة الكسوف والخسوف. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.